أحد المشاريع المميزة صراحة من مشاريع التخرج من طلاب السنة الخامسة للنظم الإلكترونية هو هذا الروبوت اللي هو روبوت رباعي الأرجل أو ما يكافئ الكلب. هلا هذا المشروع تضمن تصميم ميكانيكي، تصميم هذا تضمن انطبع بطوابع ثلاثية الأبعاد مثل ما شايفين الهيكل هون، وبنفس الوقت عم يعتمد على محركات نسميها محركات سيرفو. الذكاء الصنعي هون بالموضوع إنه يتعلم كيف يوقف، يتعلم كيف يمشي، وهي الأمور بالنسبة للروبوت ما بديهية مثل ما هي بديهية بالنسبة للإنسان. بالنسبة لي أنا مشرف على مخبر الأتمتة الصناعية الموجود بالمعهد العالي. هذا المخبر بيأمن منصات عديدة، منها هي المنصة الفرنسية الموجودة عنا. هاي المنصة بنهدف من خلالها لتعليم الطلاب، تعليم الطلاب كيف يأتمتوا صناعياً منصة مصعد. كيف هالطلاب بدها تتعلم التوصيل؟ بنعلمهم نحن التوصيل بين المنصات وبين المؤتمتات الصناعية من خلال الريليات، من خلال المحولات الضوئية، من خلال أمور عديدة إلكترونية بيتعلموها أثناء التشغيل. المسابقة هي عبارة عن مسابقة للفئة الجامعية، هي الأساس تبع مسابقة السومو اليابانية، ولكن بالنسبة للروبوتات تعتمد على أن الروبوت الأول يطلع الروبوت الثاني برا الحلبة عن طريق تصميم قوي وبرمجة في خوارزمية تنحط على الروبوت، وبيتخانق الروبوتات مع بعض، اللي بيطلع الثاني بالأول برا الحلبة هو اللي بيفوز. حبينا هون أرجيكم مشروع التخرج تبعنا، هو عبارة عن مكنة سي إن سي مدموجة مع شريحة مثل أردوينو جي آر بي إل. أنا بكتب وبخرج الاسم عن طريق بصيغة دي إكس إف وبحطه على البرنامج الثاني يلي هو بتوافق مع الشريحة اللي أنا مبرمجة، وعن طريق يلي هي موصولة مع موتور السيرفو عشان يحرك ماكينة الليزر. بالوضع الحالي الأسعار الوحدة وحدات تدريب تبع الهيدروليك غالية بالوضع الحالي، فنحن هون عملنا وحدة محاكاة، وحدة تدريبية للنظام الهيدروليك تحكم بالسوائل، هو نظام ضغط السوائل، بحيث نحن نتحكم عن طريق طاقة السائل، نتحكم فيها ونخليها تصير تعطينا طاقة. هو عبارة عن روبوت مناولة بيدور على الشغلة، بدور على مسافة معينة قطر معين، ونحط عليه المشغولة أي شيء نحطه، وبتحسس عن طريق الالتروسونيك. اليوم جبنا معنا مشروعين، مشروع طبقنا فيه نظام حركة مخصص بحيث يتحرك الروبوت بكل اتجاهات، ممكن استخدامه بالمشافي أو بأي مناطق مغلقة مثل هذا المعرض اللي هلا نحن قاعدين فيه. تاني مشروع عملناه هو طبقنا فيه الهاردوير مع السوفتوير، عملنا نحن موديل ذكاء صنعي قادر انه يلقط حركة الايد باستعمال كمبيوتر صغير اسمه راسبيري باي. هلا نحن هي اثبات للكونسيبت، نحن علمناه ثلاث حركات، علمناه حركة الحجرة والورقة والمقص بحيث يحاول بأسرع فترة ممكنة انه يلقط الحركة ويعطينا الحركة المعاكسة، يعني بحيث هو دائما يفوز الروبوت. حبينا نفوت بمجال الألواح طاقة شمسية أو تنظيفها بسوريا بنتيجة انتشار كبير لها والإقبال عليها، وقمنا بجولات ميدانية لمدينة حسي الصناعية وعدرا الصناعية لحقول الطاقة الشمسية الموجودة فيها، وإن شاء الله رح يكون في معنا تشبيك من خلاله. حالياً بلشنا بأول برودكت اللي هو سميناه أوكتو باص، مستوحى من اسم الشركة. من اسم الثاني الباص اللي هو بيتعلق بالباصات، فهو تطبيق لحجوزات النقل بين المحافظات. يعني اليوم أنا بدل ما أتعذب أني أنزل على شركة النقل مشان ما أنزل وأضطر أني مشان أدفع وكذا ثبت الحجز، أنا صار بإمكاني من أنا موجود ببيتي عن طريق التطبيق اختار شركة النقل اللي بدي إياها والوقت اللي بيناسبني والمكان اللي بيناسبني والتاريخ اللي بيناسبني. نحن قمنا بتصميم وتنفيذ مركبة آلية بنظام تعليق فريد من نوعه ريكربوجي، نظام الكرسي الهزاز. هذا النظام بيساعدنا بتخطي العقبات بالطرقات الوعرة. هذا النظام استخدمته ناسا أول شيء بالفضاء، نحن أخذنا النظام طورنا عليه. هذا الجهاز هو طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد، مشروع تطبيقه للسنة الرابعة صار السنة الماضية، أو على نفس مبدأ طباعة ثلاثية الأبعاد العادية، بس أنا بدل ما أستخدم أحبار بلاستيكية برأس طباعة حراري بستخدم أنا هون أحبار حيوية برأس طباعة بتختلف تقنيته. نحن هون استخدمنا رأس المكبس عن طريق سيرينج. التطبيق العملي لهي التقنية هو النسج الغضروفية، التعويضات العظمية أو التعويضات الجلدية اللي هي تعتبر أنسجة بسيطة مكونة من نوع واحد من الخلايا، والتروية الدموية فيها قليلة نوعا ما. ابتكرنا نحن جهاز صغير تمام مربوط مع الموبايل يا واي فاي يا بلوتوث تمام،
فنحن هلا بنعرف النشالين كيف بيسرقوا الموبايل، بياخذ الموبايل بدون ما يلفت النظر وبيمشي شوي شوي، ما يعني ما بيركض بسرعه. فنحن استغلينا عنصر المسافه اللي عم بتقيس الجهاز والموبايل لحتى يعطيني انذار عالي للموبايل، يعني مباشره خلال مسافه متر مربع او متر ونص مربع بنقدر نعرف الحرامي. هذا الجهاز، وهذا الجهاز كمان فيه باور بانك، يعني فيه الواحد يشحن موبايله فيه. هلا هذا الروبوت له عده مجالات، طبعا نحن بنقدر نبرمجه لحتى نحن نتحكم فيه. شلون بده يمشي؟ هلا هون نحن روبوت مؤلف من بطاريات وادوات حساسه مثل هاد. هلا هاد نحن بيسمع عنا الالتراسونيك، بيعطي اشاعه بس نحن ما بنشوفها. اذا رجع معناها في قدامه حاجز، نحن بنقول له انه اذا لقيت حاجز وقف. يعني استخدمنا فيه لحل متاهات مثل هاي المتاهات، يعني هاي المتاهه يعني كنا نهايه مثل هاي المتاهه عم نساويها. نحن نعمل كودي روكي انه يشوف اللون تبع البطاقه، وبعدين يقلنا ياها لونه، وبعدين شو اسم اللون.